انا وابو علاء مش كبير. عالم الغناء والسهر إلى عالم الأكشن على طرقات لبنان، اسم وديع الشيخ يتصدر المشهد مجددا، لكن مع فرق في الصوت المكتوم والصورة التي حصلت عليها الجديد التي تظهره إلى جانب المطلوب محمد دياب إسماعيل مكبلي اليدين. وللتذكير فإن لإسماعيل هذا سجل حافل بالجرائم، أهالي الأوزاعي وبرج البراجنة والرمل العالي وطريق المطار يعرفونه جيدا بسبب الخوات التي كان يفرضها عليهم، وهم كانوا قد ناشدوا قبل سنوات الأجهزة الأمنية التدخل لتفكيك عصابة الأشرار التي شكلها. مجال نشاطاته يبدأ من المخدرات وصولا للاستعانة به لتحصيل أموال لأشخاص مقابل حصص مالية أو عقارية، وذلك عبر قيامه بتهديد المستدينين أو خطفهم. وبالعودة إلى تفاصيل ما جرى ليل السبت الأحد، وخلال نقل أحد الموقوفين بعد عملية دهم لدورية من مديرية الاستخبارات وتحديدا على طريق عام بريتال حورتعلى، اخترق الموكب الأمني سيارتان بزجاج داكن طريق الدورية، إحداهما لوديع الشيخ وأخرى للمطلوب محمد دياب إسماعيل. طلبت دورية الاستخبارات منهم التوقف، لم يمتثلوا وأطلقوا أعيرة نارية فوق سيارات الدورية. عندها ردت العناصر الأمنية على مصادر النيران وأجبرت مخترقي الموكب على التوقف بالقوة، وهم إضافة إلى الشيخ وإسماعيل محمد زياد الأصغر والمطلوبين نادر سعد الله الشيخ وخضر فادي حيدر. لم يكد يعلن توقيف وديع حتى استنفرت الوساطات للتدخل من أجل الإفراج عنه، فالشيخ ربما يملك المال من حفلاته الفنية، لكن نفوذه وسلطته للخروج من السجن بقي مصدرهما غامضا. ولعل ما جرى في صيدا في عتمة الليل دليل واضح على نفوذه، فبعد ساعات على توقيفه وعددا من المرافقين على خلفية اقتحامهم بالسلاح قسم الطوارئ في مستشفى الراعي في صيدا، أفرج القضاء عنهم بقدرة قادر. فهل سيناريو الإفراج عنه سيتكرر في البقاع؟ علما أنه بحسب معلومات الجديد فإن تدخلات أسفرت الأحد وهو يوم عطلة عن نقل وديع الشيخ إلى الشرطة العسكرية، فيما بقي المطلوب محمد دياب إسماعيل موقوفا لدى مديرية الاستخبارات منتظرا دوره.